مريح كده. انا بتهيألي في الاخر هيطلع نصاب. عايزين حضرتك تيجي معانا 5 دقايق بس عشان في موضوع هناخد اقوالك فيه. بس انا مصممه ان دكتور وليد يشوفك يا سيدي. وانا قلت لك مش مستعده نفسيا. ايه العلاج بالعافيه؟ أستاذة، أستاذ شريف بره. خليه يدخل طبعا. إيه يا بنتي المشوار اللي أنتِ بعتيني فيه ده؟ مشوار إيه؟ بتاع ملف الضابط شادي أبو سعدة، ما عندهمش حد بالاسم ده خالص. يا نهار أبيض، وأنت رحت بنفسك يا شريف؟ أنا كان قصدي طبعا تبعت حد من عندك، تلاقيك دخت عليه. يعني إحنا بنحب نخدم يعني في الحقيقة. طيب انا بقى هتعبك تاني لانك لازم تيجي وتديني افاده في القضيه بتاعه طارق غلام. لازم تقول ان انت ما لقيتش ملف باسم الضابط ده. يعني ده هيبقى في صالح الموكل يعني؟ اه طبعا. ماشي. يعني ايه؟ لا ابدا، يعني انا عارف انك يعني مشغوله وعلى طول مشغوله. ف كنت عايز اعزمك على الغدا. للاسف فعلا مشغوله. على فكره انا قريب قوي هسيب مراتي. شريف انت اتجننت؟ لا ما اتجننتش، بس انت على طول مشغوله وعندك قضايا وجايه من القضايا وعندي محامي وعندي نيله. اعمل ايه طب يا مشيره؟ اتكلم معاكي امتى؟ أنا مرتبطة والله. المرة اللي فاتت ما كناش اتفقنا إن احنا نقول، بس المرة دي خلاص اتفقتوا. مبروك، ربنا يتمم بخير. طيب أنا هنزل، أنا بقى أروح المكتب وبيكلميني في أي وقت. انت زعلان؟ كل شيء اسمه نصيب. محتاجين ان احنا نعرف مين اللي عمل التصريح لهشام البكري. الاستاذه مشيره. ايه ده؟ ايا كان، ايه علاقته باللي بيحصل دلوقتي؟ انت متجوز مشيره يا باشا؟ لا. امال ايه ده؟ ده عقد جواز مزور.
فاكر هشام البكري؟ فاكره. مين اللي عمل له تصريح علشان يقابل الراجل بتاع العلاقات العامة؟ مشيرة. ايوه بس لما احنا سألنا قبل كده علاء بتاع العلاقات العامة قال لنا ان اللي وصى عليه ضابط اسمه سالم علي. سالم علي؟ ما تتعبش نفسك، مفيش حد عندنا بالاسم ده. يعني سيف هو اللي ورا التصريح؟ لو اللي انت بتتهمه بيه حقيقي يبقى من الطبيعي انه يعمل كده. بس كده تبقى مشيرة بتشتغل معاه وعايزه تغرقك بكل طريقه ممكنه. قالت لي ما جيبش سيرته في التحقيقات بتاعت النيابه. وهي اللي بلغت عنك وما انكرتش عقد الجواز اللي بينكم. مش فاهم حاجه. ده هي اللي جابت لنا بيانات الخليه والظباط اللي اتقتلوا. هي اللي جابت لنا موضوع السلاح كله. يمكن عشان ندور على اللي فاضل وسيف يكمل انتهامه. طب واخوها اللي مات؟ هي خساره ليها طبعا. بس هي راضيه انها تدفع الثمن. الحب اعمى. على فكره انا قريت التحريات اللي وائل جابها. اي حد يقراها لازم يشك، وده معناه ان شخصية الصياد شخصية وهمية سيف ألفها عشان نجري وراها وهو يكمل اللي بدأه. زي بالظبط لما عمل أعمى عشان محدش يشك فيه، يبقى هو اللي شايف ومحدش عارف حاجة. بس كل ده كلام، كلام مهم ممكن يخلينا نطلع إذن النيابة بتفتيش شقته، لكن دليل إدانة مفيش. المشكلة الأكبر بقى ان لو الكلام ده حقيقي يبقى في جريمة قتل هتحصل قريب للوا احنا مش عارفين هو مين، ودي بقى لو حصلت هتبقى القضية اللي هتقضي علينا كلنا واللي حل لك المشكلتين بضربة واحدة. ازاي؟ هديك دليل إدانة واضح لا يقبل الشك، هخليك تقبض على سيف متلبس بالشرافة قتل، وفي نفس الوقت هتنقذ اللوا. الحقني بالدليل ده. أنا عارف اللوا اللي سيف عايز يقتله. غير أبوك بيقربوا منك. وأنا بقرب للنهاية. هتسبقهم؟ هتقدر؟ أنا لوحدي وهم كتير. يعني هم أقوى منك؟ ما تستهونيش أبدا بقوة العدد القليل. هتعرف تعدي من بين إيديهم. بس المهم أبقى عارف أنا رايح فين. حضرتك شيرين مش كده؟ اتفضل. معلش انا خليت المقابله هنا عشان حسيت الجو مش هيبقى مناسب خالص في المستشفى. لا والله ده انا اسف على اللي حصل امبارح، والله غصب عني. سوري كمان برضو ما قدرتش استناك امبارح، الوقت كان اتاخر. طيب انا حفاظا على وقت حضرتك وعلشان برضو انا عايز اسلم الموضوع اوام اوام هبتدي على طول. اتفضل. طيب حضرتك طبعا كنت عارفه الوالد الله يرحمه اتخرج من جامعه ايه. انا عارف اني في اصعب مرحله، اخر مرحله، عارف ان في حاجات كتير محتاج اقفلها اظبطها عشان ما اقعش. بس للاسف مش قادر اركز في اي حاجه غير الهدف اللي انا عايزه. متاكد ان انت بعد كده هتقدر تتصرف؟ مش مهم لما يبقى يجي بعد كده. الغريبه بقى ان انا قربت قوي، وبالرغم من كده عمري ما حسيت اني بعيد للدرجه دي. انا متشكر جدا على وقت حضرتك، وان شاء الله الموضوع لما ينزل هيعجبك. ان شاء الله. طيب انا عارف طبعا ان دي اول مره نتقابل، بس انا بصراحه مش قادر امشي من غير ما اسال حضرتك سؤال، وخايف بصراحه لا يكون سؤال محرج، فلو حضرتك اتضايقتي انا هسحب سؤالي فورا. لا مفيش مشكله، اتفضل. هو حضرتك كنت مخطوبه او هتتخطبي لواحد باباه ضابط شرطه؟ معلش انا اسف انا بسحب سؤالي. لا لا مفيش مشكله، الكلام ده فعلا حقيقي وسؤال مش محرج ولا حاجه. هو يعني بابا كان صديق بابايا الله يرحمه وتقدم لي فعلا، بس انا كنت ساعتها مهتمه بالدراسه اكتر، ما كنتش عايزه اي حاجه تعطلني عن الدراسه. وانا طبعا عرفت علشان بابا كان مع والدك الله يرحمه في المدرسه. يعني بابا؟ ايوه اللي هو. لا لا ما اعتقدش، مش معقوله طبعا، لان هو اساسا بابا فرق السن ما بينه وما بين بابي مش اقل من 10 سنين مثلا. لا ده واضح بقى ان حضرتك مش عارفه. وانت اللي عارف؟ ايوه وانا عارف كمان سنه وعارف اللقب بتاعه. هو اكيد ما قالكوش على اللقب بتاعه لانه كان لقب مش حلو قوي. يعني هو ايه اللقب بتاعه؟ طيب طب حضرتك ما تعرفيش؟ طب قولي لي على اسمه بالكامل، لان يعني ممكن يكون انا بتكلم على واحد تاني خالص. وبالبساطه دي قالت لي. وعرفته؟ انا عارفه كويس، المهم ان هو بس ما يبقاش عارف اني بقرب منه، اني مستنيه من سنين ومنشن عليه، والوقت جه عشان اخلص بقى.
كل واحد فينا عنده هدف، حتى لو ما كانش عارف هو عايز ايه، ده في حد ذاته هدف. الراحة في الدنيا دي وهم سراب، بس احنا مش قادرين نبطل، مش قادرين ما نجريش وراه. ولما بنعرف حقيقته كل واحد فينا بيتعامل مع الحقيقة بطريقة غير التاني. في اللي بيهرب واللي بيقرر يواجه واللي بينكر لأنه مش عايز يشوف. وانت؟ أنا ما كانش عندي أي هدف في الدنيا غير إني أعيشه بس، ودلوقتي نفسي أموت. صباح الخير يا باشا. صباح النور. ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا. خير في إيه؟ لا خير يا باشا، إحنا جايين نتكلم مع سعادتك شوية. اتفضلوا. ازاي حضرتك يا باشا؟ الحمد لله تمام. انا كنت عايز اقابل اللي هو سامي شهاب. ممكن اعرف بخصوص ايه؟ موضوع حياه او موت.